المرة الفاتت عن الـ initiation of translation. وقلنا إن أشمل اتحاد الرايبوسوم الجزئين الـ 4S والـ 6S مع initiating transfer RNA اللي هو بيكون شايل B5 زي ما قلنا قبل كده أو form الـ B5 لو كنا في الميتوكوندريا أو في البروكاريوت. ومع ذلك الميسنجر ار ان ايه. انتهينا في النهاية إلى هذا الشكل اللي احنا بنسميه ABS ريبوسوم اللي هو مكون من الـ 2 sub units smaller and bigger smaller 4S and 6S مع الميسنجر ار ان ايه مع الترانسفير ار ان ايه اللي شايل بيه التعريف بتاع الانيشيشن. وقلنا ده حطيناه فين؟ في الـ E site. الـ A site فاضي والـ E site كذلك فاضي. وده سميناه ABS initiation complex. ده اللي وصلنا له في الآخر. وقلنا إن آخر خطوة فقط حصل هيدرولايز للـ GTP اللي هو كان ماسك فيه initiation factor 2. initiation factor 2 كان ماسك معاه GTP ومعاهم الـ behind الـ tRNA بتاع الـ initiation. لغاية الخطوة دي لغاية 48S initiation complex كان الجي دي بي لسه ما زال جي دي بي. بعد ما مسك الـ 6S subunit اتفك الجي دي بي إلى جي دي بي و بي اي وفضل الجي دي بي ماسك في الـ initiation factor 2 علشان بعد كده يحصل له ريسايكل. بمعنى إن هجيب جي دي بي أحل محل هذا الجي دي بي. أوكي؟ جي دي بي يطلع وجي دي بي يحل محله. ليه؟ عشان يقدر يفك تاني مع another initiating transfer RNA. وبالتالي بقول initiation factor 2 يعتبر ايه؟ يعتبر نوع من ال G protein. نوع من ال G protein. اوكي؟ طيب ده اللي انتهينا اليه في ال initiation. فاضل كلمتين صغيرين في ال initiation اللي هي regulation. جزء من ال regulation of gene expression بيتم عن طريق regulation of initiation. لو عملنا انيشيشن هنستمر في بناء البروتين، لو وقفنا انيشيشن هنوقف بناء البروتين. طيب ازاي يتم الريجيليشن اوف انيشيشن؟ عن طريق ريجيليشن اوف اكتيفيتي اوف انيشيشن فاكتور 2 و 4 الاثنين. خدوا بالكم الاي صغيره اللي بتتحط قبل الاي اف يعني انيشيشن فاكتور معناها اليوكاريوتيك لان احنا بنتكلم دايما عن اليوكاريوتس. فاي اي اف معناها اليوكاريوتيك ده في انزيم مخصوص اسمه بروتين كايناز. ما دام سميناه بروتين كايناز يبقى بيعمل ايه؟ يبقى بيضيف فوسفيت على الورقه. احنا اتفقنا ان كلمه كايناز معناها بياخد فوسفيت عدد من الاي تي بي ويضيفها على الورقه. هنا بروتين كايناز بيسميناه بروتين كايناز لما بيشتغل على بروتين اللي هو انيشيشن فاكتور. اما يعمل له فوسفوريليشن يحصل ايه؟ يقف عن العمل. يقف عن العمل ليه بقى؟ مش هيقدر يعمل جي دي بي جي دي بي سايكل. لو جي دي بي بتاع كسر الجي دي بي مش هنقدر نضيف له جي دي بي بديل. لو حصل له فوسفوريت. فبالتالي يقلل عمليه الانيشيشن. طب مين بقى اللي ينشط هذا البروتين كايناز وبالتالي يوقف عمل الانيشيشن فاكتور 2 باي فوسفوريليشن؟ عده حاجات. ممكن فايرال انفكشن. ممكن ستارفيشن، ممكن هيت شوك. كل دي اللي هي كل دي باد كونديشنز. يعني لو انا عندي فيروس دخل الخليه، هل افضل لي ان تظل الخليه تبني بروتينات ولا لا؟ ليه لا؟ عشان ما تبنيش بروتينات الفيروس. لان الفيروس بيخلي الخليه تبني البروتينات بتاعها. فهنا ايه؟ الخليه بقى هتمتنع عن بناء البروتينات فبالتالي الفيروس مش هيقدر يتفاعل. كذلك لو عندي ستارفيشن انا محتاج ان انا ما ابنيش بروتينات، بالعكس انا بكسر البروتينات وبقلل. اكسبوجر تو هيت لو هي كل دول عوامل بتنشط هذه البروتين كايناسيس بطرق مختلفه ما يقدرش نعرفها. طيب انيشيشن فاكتور 4 برضه بيحصل له ريجوليشن باي فوسفوريليشن. ولكن هنا انتبهوا انه بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يعني الفوسفوريليشن او انيشيشن فاكتور 2 عمل له ايه؟ انيشيشن ولا
bind more strongly to the cap. Okay? We allow them all applicator ATPase, helicase activity. Can we start an ATP if and the FOC? الكيكس اللي موجود فين؟ في الهيربين لوب اللي ناحيه البايبرايت. اوكي؟ وبالتالي يفرد المسجر ار ان اي ويسمح للرايبوسوم بالتحرك عليه. لو في هيربين لوب الرايبوسوم ما يقدرش يتحرك على المسجر ار ان اي.
حاجة هنا هقرا فيها ايه امينو اسيد تي ار اي للكربون ده ايه 2 يعني امينو اسيد نمبر 2 هنا عندي اهو ميثايل تي ار ان اي شارك بالانتي كودون بتاعته اللي هي 3 برايم يو اس اي شارك في اي وجي زي ما احنا عارفين ادي الكودون بتاع نمره 2 وده بالك الكودون نمره 2 قصاد ايه قصاد الاي سايت دلوقتي اوكيباي باي الامينو اسيد تي ار ان اي طبعا مين اللي هيحدد ان الامينو اسيد ده بالذات اللي واقف هنا الانتي كودون اللي مين بيحدد انها واقف هنا الكودون يبقى الكودون بيحدد الانتي كودون والانتي كودون زي ما قلنا قبل كده بيحدد الامينو اسيد ده هيقف في بوزيشن نمبر 2 اوكي طيب الامينو اسيد تي ار ان اي ده اللي واقف هنا في بوزيشن نمبر 2 اللي هو عند الاي سايت يجي هنا ازاي؟ لازم يبقى كارد باي الونجيشن فاكتور 1 و جي تي في يعني من الاول بجيب انا امينو اسيد تي ار ان اي بصرف النظر عن نوع التعميم من الامينو اسيد اوكي واشبك فيه جي تي في مع الونجيشن فاكتور 1 ده نوع من الاكتيفيشن عشان اقدر اقره واحطه في الاي سايت واول ما احطه في الاي سايت هيحصل ايه؟ الجي تي في يتحلل الى جي تي بي وبي ار ويفضل اللوكيشن فاكتور 1 شابك في الجي دي بي والبي ار فوق سؤال بقى اشمعنى هنا من اولها كده الجي دي بي اللي شابك في اللوكيشن فاكتور 1 بتحلل الى جي دي بي وبي ار انما هناك في الانيشيشن ما تحللش غير في الاخر ايوه بالظبط كده السؤال ده الحقيقه سالوني واحد من زمايلي في المره اللي فاتت قال لي ليه الجي دي بي بتاع انيشيشن فاكتور 2 ما تحللش من الاول ما تحلل في الاخر خالص لان اللي بيحلله اكشولي ال 60 اس فاميلي دي ما كانتش موجوده في الاول دي اضيفها في الاخر فاول ما اضيفت فكنا الجي دي بي هناك الى جي دي بي اوبيا هنا بقى اقولها من الاول وبالتالي من الاول الجي دي بي هيتحلل الى جي دي بي وبي اي وبرضه يحصل ري سايكلينج للانيشن فاكتور 1 يحصل ري سايكلينج للانيشن فاكتور 1 بمعنى ايه؟ ان الجي دي بي بتاع بيتشال ويتحط بداله جي دي بي. هفك جي دي بي وهقدر احله جي دي بي. اوكي؟ وبالتالي الالونجيشن فاكتور 1 يعتبر نوع من الايه؟ برضه من الجي بروتين. زي الالونجيشن فاكتور 2 يعتبر نوع من الجي بروتين. اوكي؟ بس هنا مين اللي بيحلل الجي دي بي بتاعه؟ ال 60 اس فاميلي. هي اللي بتحلل الجي دي بي بتاعه. اوكي؟ طيب دلوقتي اصبح عندي الواقع عباره عن ايه؟ عباره عن الاي اس ريبوسوم. الاي سايت فاضي. البي سايت فيها ميثايل تي ار ان اي والاي سايت فيها امينو اسيد تي ار ان اي اللي بيحدده طبعا الكودون اللي موجوده في بوزيشن نمبر 2 اللي هي قصاد الاي سايت. ودي الميثايل ار ان اي بتاعي. يبقى الخطوه الجايه كانت ايه بقى؟ الخطوه الجايه نشبك الامينو اسيد نمره 1 مع نمره 2 ننقل الامينو اسيد اللي هو مين؟ اللي هو طبعا نمره 1 معروف انه دايما ميثايمين نشبكه في الامينو اسيد نمبر 2 يبقى انا عملت اي نوع من البوند دلوقتي؟ بيبتايد بوند صح انا شبكت تو امينو اسيد مع بعض يعني هشبك ايه مع ايه؟ كربوكسيل جروب بتاعت مين مع الامينو بتاعت مين؟ الكربوكسيل بتاع الامينو اسيد نمبر 1 مع الامينو بتاع نمبر 2 ها؟ ودي حوليها حالا دلوقتي في الدياجرام تاني اوضح من كده. هنا ما كملناش نوضحها. انما لازم حشبك الكربوكسيل بتاع نمره 1 مع الامينو نمره 2. خلينا نبص على الدياجرام ده احسن عشان تبقى فور كلير ان اور مايندز ونرجع للدياجرام تاني ونكمله. الدايجرام ده بيعتبر عن فور ديتيلز انا موضح انا فور ديتيلز بالنسبه للتي ار ان اي وبالنسبه للامينو اسيد طبعا عنوان يعني امينو اسيد نمبر 1 اللي احنا اتفقنا انه لازم يكون مين؟ ميثايمين لازم ده بتاع الانيشيشن ودي نمبر 2 بصرف النظر عن هو مين؟ طبعا التي ار ان اي ماسك في الام ار ان اي حسب اتفقنا من شويه حسب البيس بيرنج رول وطبعا هنا نمبر 2 واقف في الاي سايت ونمبر 1 واقف في البي سايت زي ما اتفقنا قبل كده هو نمبر 1 ازاي
طب نجيب لها ايه محلها؟ هو احنا كنا شلنا ايه من الاو اتش؟ هيدروجين عشان نشبكها بالكربوكسيل. يبقى اذا لما نشيل الامينو اسيد نمره واحد اللي هو امينو اسيد راديكال نجيب بدلها نجيبها منين؟ من الامينو بتاع نمره اثنين. يبقى هجيب هيدروجين من الامينو بتاع نمره اثنين احطها على الاو بقت او اتش اهي. بقت او اتش نمره واحد بقى سي او، السي او دي تشبك في الامينو اتش. ايوه اجي عملت البيك 5 1. بقت البيك 5 1 عباره عن سي او ان اتش. دي كانت كربوكسيل شلنا الاو اتش بتاعتها، ودي كانت امينو شلنا الهيدروجين بتاعها وشبكنا الاثنين مع بعض. اوكي؟ يبقى انا كده عملت اول بيك 5 1. فهمنا دي؟ دي واضحه؟ في حد مش فاهمها؟ دي كده واضحه بقى في وضوح. الكربوكسيل جروب واضحه ازاي شبكه في الامينو اسيد في التي ار ان بتاعها، وواضح ان احنا عملناه. فكينا الكربوكسيل جروب بتاعت الامينو اسيد نمره واحد من التي ار ان بتاعه واديناه هيدروجين بدلها. تاني جت منين الهيدروجين؟ من الامينو بتاع نمره اثنين. بقت او ايش هي خلاص، وانفصل بقى بالتالي التي ار ان نمره واحد من الامينو اسيد بتاعه اللي هو المفروض انه ميت عميقه. اوكي؟ وكده شبكنا بقى نمره واحد مع نمره اثنين الكربوكسيل مع نمره. يبقى الواقع دلوقتي اصبح ايه بقى؟ عندي تي ار ان ايه نمره اثنين شال الامينو اسيد نمره اثنين وشارك فيه الامينو اسيد نمره واحد. خلاص؟ العمليه دي بعد كده هتتكرر. يبقى بالاستنتاج احنا بنبني البيتاي شين فروم ذا امينو تو ذا كربوكسيل اند ولا فروم كربوكسيل تو امينو؟ فروم امينو تو كربوكسيل. انا ابتديت بالامينو اسيد كان في امينو اند اللي هو كان البيتاميل واضفت له النيو امينو اسيد. خلاص؟ ويبقى كده دايما الامينو اسيد الجديد اللي اضيفه اضيفه على ايه؟ على الكربوكسيل جروب اوف ذا بريفيس امينو اسيد ولا على امينو جروب؟ على الكربوكسيل جروب. الامينو جروب بتاع الامينو اسيد الجديد بيشبك في الكربوكسيل بتاع القديم. يبقى انا بضيف دايما على الكربوكسيل ان او بي بيتايشن. يعني ما كان النيو تي ار ان اي هشبكه هنا. الامينو بتاع الجديد يشبك في الكربوكسيل بتاع القديم. يبقى انا دايما بضيف على الكربوكسيل ان. ما هو ما دام بضيف على الكربوكسيل ان يبقى ببني فروم امينو تو كربوكسيل. واضح الكلام؟ نرجع بقى للدايجرام اللي قبليه اللي هو مبسط اكتر وفي ليست تيلز. خلاص فهمنا ازاي شبكنا ال
والA side part box. العملية الترانسلوكيشن دي محتاجة أنظر إيون جيشفات لا إيون جيشفات تو وبرضو إتس جي بروتين بس في جي تي بي. وعشان يعمل هذا الترانسلوكيشن يستخدم إنرجي إن الجي تي بي بتاعه يكسر إلى جي تي بي ذات في آي وجي تي بي يظل ماسك في الإيون فاكتور 2 وبعدين نشيل جي تي بي ونحط الدال وجي تي بي يحصل عملية تمام. دايما الجي بروتين زي ما قلت لكم الجي تي بي اللي فيها مش بنضيف له فوسفيت ونحوله لجي تي بي. امال بنعمل ايه؟ بنشيل جي تي بي ونحط بداله جي تي بي. اوكي؟ يعني استبدال. احنا لا نضيف فوسفيت على الجي تي بي ولكن بنشيل جي تي بي ونحط بداله جي تي بي. وفي بروتين مخصوص شغلته كده يفك جي تي بي ويحط بداله جي تي بي. اوكي؟ ودلوقتي شيء مميز اتكلمنا عنه في جي بروتين بتاع سيجنال ترانسكشن لو كنا فاكرين. ما بنشرح ريسبتور ومش ريسبتور ده بيبقى جي بروتين كابلز. ها؟ بيحصل ايه؟ قلنا الارض سبيورت بيبقى ثابت فيها جي تي بي بيقل في جي تي بي وتفك وتاثر على الفاكتور وبعدين يرجع يفك منها جي تي بي الى جي تي بي او بي اي ويرجع تاني الارض سبيورت تمسك في البيتا كابلز سبيورت. اوكي؟ فهنا بيحصل ريسبايكينج بمعنى ان الجي تي بي اتشال وتحط بداله جي تي بي. جي تي بي ده هو الوايت كانت بدل هذا الجي تي بي. الوضع الجديد هو الثاني عندي المسجر ار ان ايه وماسك فيه الرايبوسوم والبي سايد دلوقتي يحتوي على تي ار ان ايه يحمل 2 امينو اسيدز يعني ثالث البيبتايدين والاي سايد يحتوي على التي ار ان ايه اللي فاضي ان تشارج اللي شايل منه الامينو اسيد بتاعه. وبالتالي اذا خطوه جايه هنعمل ايه؟ هذا تي ار ان ايه يمشي خلاص. فده بوصل للاي سايد فرنا بيه يعني ايه؟ يعني اكسد اسيد يعني يمشي خلاص خروج. لو وصل لمنطقه الخروج هيمشي هذا تي ار ان ايه. وفي نفس الوقت هنعمل ايه في الاي سايد؟ يجي في النيو تي ار ان ايه كان دلوقتي الامينو اسيد نمره كام؟ الخطوة الجاية تمت ان التي ار ان اي الاولاني اللي كان ماشي مفعمين مشي خلاص لانه وصل للاي سايت يبقى لازم يمشي. وفي نفس الوقت جينا للاي سايت بقى شايل امينو اسيد تي ار ان اي بقى شايل امينو اسيد تي ار ان اي يبقى حصل بايندينج اوف ذا نيو امينو اسيد تي ار ان اي تو ذا اي سايت. وبرضه عشان يقف هنا لازم يحصل ايه ولو ان ما قلناهاش لازم يبقى عندي ايه؟ يلوكيشن فاكتور هو اللي شاله
P يبقى فقط two ideal forms. Okay؟ يبقى الواحد هجيب اثنين وبعدين الواحد علشان اجيب الامينو اسيد واحطه هنا في الانوليشن كابتر واحد واحد عشان انقل اللي هي عمليه الترانسلوكيشن في الانوليشن كابتر. كل من الانوليشن كابتر واحد و تو بيستهلك كويس جي تي بي يعني تعادل الواحد على المشكله. يبقى دول الاربعه يستلزم استعمال الجين
เป็นไม้ใหญ่แป๊บเป็นเอ็นดีดีกว่าพี่อ๋อโอเคบนหลังกระดานแบบแฮกซ์เซอร์เอ็นก้าอันมาสต็อปโคดอนเอาเทอร์มินีทีโคดอนบ้าสตาร์ทเอ็นเอชไอไม่ต้องทำเลยก็ได้ข้าวสารพวกคนเรียนวัดเดียร์มาละอะไรก็ชอบไปพบกันวัดดูเอ็นเมสเซนเจอร์อะไรเรียนวัดดูเอ็นทีอาร์เรียนวัดดูเอ็นเป็ดไฟเชนรอได้ไปสอบThe same protein.
أيوة. لا يفوق ويبتدي واحد تاني يمشي من ناحية تانية. ممكن يكمل يعني فريش معاك. بس مش ما فريش. ممكن يكمل. ممكن يفضل ماشي. هو هيعمل هنا ترمينيشن. ممكن يفضل ماشي. ويكمل. هات فريش عليك. النتيجة واحدة عليك. النتيجة إن حد نيو مور ذان وان بارت أكشن. أيوة. أيوة طبعا مفهوم كده لأن أنا أثناء الترمينيشن بنعمل ديسوسيشن عشان كده بقول الأكثر إن هو بيفوق واحد تاني يعمل إنيشيشن عند الإنيشيتنج الواحد. أوكي؟ ما ننساش إن في البروكاريوتس يا ولاد الأمور مختلفة. مفيش كده. يعني الأمور مختلفة خالص في البروكاريوتس مختلفة عندنا خالص. أوكي؟ طيب حد عنده سؤال تاني؟ شفاهم ازاي بيبنوا more than one body function فيديو كاريوت دلوقتي انا ابتديت انا برايوسوم واقف عامل initiating point وبنى body function خلاص واحد تاني واقف وبنى body function تاني ينفع ولا ما ينفعش؟ كويس طبعا تاني بس هل هي نفس نوع الولاديه ولا مختلف؟ بس ما هو كده السؤال هو ده كده ده المفروض دي الاجابه ان هي نفس النوع نفس النوع مش هي هي الحرف لا هي هي من ناحيه النوع انما هي واحده ثانيه. طيب الجزء المقارن ده هي مش مطلوب مننا فبس انا بذكره عشان اعرف ان هو غير مطلوب مننا في الامتحان انما اذا حبيتوا تقروه اتس اب تو يو هو هينفعكم سنه ثالثه ان شاء الله اما تاخدوا فارماكولوجي ومايكروبيولوجي ان البكتيريا احنا ممكن نموتها ازاي بان احنا نوقف البروتين سينثيسيس. ها؟ ممكن نموت البكتيريا بان احنا نوقف بناء البروتينات في البكتيريا. الانتي بايوتكس اللي احنا بنسمع عنها دايما زي الستريبتومايسين والتتراسايكلين ها؟ دول بيتاحوا مع الفيرتي اس سب يونت اوف ثيرايسون. خدوا بالكم عندهم فيرتي اس مش 40S الستريبتومايسين بيمنع الانيشيشن والتتراسايكلين بيمنع الالوكيشن الكرونوفينيكول بيمسك مع 50S السبيلتي الكبيره وده بيعمل انتريشن للبروفايل الترانسفيرين يعني بيمنع الالوكيشن برضه في حاجه اسمها كليندامايسين واريثرومايسين برضه زي الكرونوفينيكول بيمسكوا مع 50S سبيلت بيوقفوا عمليه الالوكيشن لانه بيوقفوا الترانسلوكيشن البكتيريا توكسن ده بيأثر علينا احنا ها بيعمل حاجه اسمها اي تي بي ريبوزيليشن ده الروتيشن فاكتور 2 وبيمنع الروتيشن فاكتور 2 من العمل وبالتالي يمنع الترانسلوكيشن. اوكي دول كلهم طبعا البكتيريا توكسن ده مش انتي بايوتيك دي البكتيريا طبعا الميكروب بيطلع توكسن والتوكسن ده بيأثر علينا احنا عشان كده الكود بيشتغل على اليوكاريوتيك الروتيشن فاكتور. طيب استقبالا لعملية الترانسليشن في حاجة اسمها بوست ترانسليشنال بروسيسنج أو بوليفيكال شين أو بروتين ودي احنا سامعين عنها قبل كده لأن اتكلمنا عنها بتفصيل كتير قوي ما اتكلمنا عن مين؟ عن الكولاجين. لما اتكلمنا عن الكولاجين سنتيسيس اتكلمنا عن هذا الموضوع بوست ترانسليشن بروسيسنج يعني ايه؟ يعني بعد ما بنيت البروتين هعمل فيه تغيير. خدوا بالكم ما ترخبطوش بينها وبين بوست ترانسكريبشنال بروسيسنج. ها؟ احنا مش خدنا حاجه اسمها بوست ترانسكريبشنال بروسيسنج هو ايه بقى؟ ار ان ايه. بعد ما ببني الار ان ايه ممكن اعمل فيه تغييرات. قلنا الام ار ان ايه بالذات اكتر واحد بيحصل فيه تغييرات بالنسبه لنا احنا. انما كذلك الرايبوسوم الار ان ايه والترانسفير ار ان ايه وكل دول وصفناهم قبل كده. بس انا بعيد عشان افكركم ان في فرق بين بوست ترانسكريبشنال وبوست ترانسليشنال. كتير في الامتحان يجي السؤال بوست ترانسكريبشنال وانت مش واخد بالك تفتكرها بوست ترانسليشنال او بالعكس فانتبه كويس قوي هل هي بوست ترانسكريبشنال ولا بوست ترانسليشن. طبعا لو قلت بوست ترانسكريبشنال يبقى حضرتك ايه؟ ار ان ايه. سواء ما حددت نوعه ما حددتوش في الامتحان. انما هيبقى بوست ترانسليشنال يبقى
translation technical. احنا هنقسم التغييرات اللي بتحصل كده لنوعين. training يعني ايه training؟ يعني تشيل حته منها. removal of part of the polymetallic chain. اوكي؟ طب ده نوع. النوع الثاني ايه؟ covalent modification. يعني هنشبك في البيبتايد شين حاجه هايوفالنت يبقى اسمها covalent modification. نبدا بالتريننج. احنا خدنا مثال قبل كده مثلا ان many of the digested enzymes are secreted inactive. زي ايه؟ زي البيبسينوجينيك بيبقى secreted inactive. ازاي يبقى activated؟ ازاي يتحول لبيبسين؟ by removal of part of the peptide chain. مش مهم نحفظ عدد الامينو اسيد اللي هتتشال، انما بنعرف ان سام امينو اسيد ار ريموف هم هنا في ستات 44. ها؟ مين اللي بيشيلها؟ الهيدروجين ايون بتاعت ال HCl او البيبسين نفسه ممكن يقوم بمركز نفس المهمه. عشان كده احنا كنا فاكرين سمينا العمليه ايه؟ اوتو اكتيفيشن. لان البرودكت اللي هو بيبسين كان اكتيفيت سيم رياكشن اللي هو تحويل البيبسينوجين الى بيبسين. طبعا كذلك كان في تريبسينوجين بيتحول لتريبسين، كان في كايمو تريبسين وفي كايمو تريبسين، وعرفنا كل واحد بيتحول ازاي. ها؟ طب احنا قلنا البيبسين هنا طب التريبسينوجين ازاي يبقى اكتيفيتد باي انتروكاينيز. ها؟ اللي هو دلوقتي بنسميه انتروبيبتيديز بدل كاينيز، لان كاينيز دي قلنا ليها معنى اخر، فدلوقتي بنسميه انتروبيبتيديز، وده قلنا بيطلع من الكاسل. وكذلك برضه في اوتو كاتاليسيس، يعني برضه ممكن تريبسين. ها؟ وكذلك الكايموتريبسين ازاي يبقى اكتيفيتد؟ الكايموتريبسين اللي بيتحول للكايموتريبسين باي تريبسين، والبرو كاربوكسي بيبتيديز باي تريبسين بارا. اوكي، في جميع الحالات دي بتشيل جزء من البتاع الشيني يبقى اسمه ايه؟ تريننج. في حال اخر البرو الانسولين. الانسولين بيوت على هيئه فيري بيج مولكيول، ماتش بيجر مولكيول على صح، بري برو انسولين. بنشيل جزء من البيبتايد شين بتاعه، وبيبقى فيه 109 امينو اسيد. ها؟ 109 امينو اسيد، بنشيل منهم 23 يتفضل 86 يبقى اسمه برو انسولين. وبعدين نشيل من ده كمان 35 يتفضل 51 ويبقى اسمه انسولين. اوكي؟ ال 23 اللي بنشيلهم في الاول دول ناحيه الامينو ان. عشان كده بنسميهم ايه؟ سيجنال بيبتايدز او ليدنج بيبتايد او ليدر بيبتايد. كل دول بيضافوا على ناحيه الامينو اسيد، ودول عاده بيبقوا هيدروفوبيك امينو اسيدز. ليه؟ عشان يخرجوه من الاندوبلازم كريتيكرام. طب اشمعنى هيدروفوبيك؟ لان الاندوبلازم كريتيكرام زي السيل ممبرين هيدروفوبيك الوسط بتاعها، لانها في وسطها ايه؟ فاتي اسيدز. عشان اقدر اخرج منها، ها؟ الافضل الماده اللي تقدر تخرج منها بسهوله تكون ايه؟ هيدروفوبك. عادة بيبقى في مجموعه من الهيدروفوبك امينو اسيد في الاول، عشان كده بقول بنسميهم سيجنال بيبتايد او ليدر بيبتايد او ليدنج بيبتايد. دول اول 23 امينو اسيد، وبعد ما يعدوا من القعر خلاص ما بقالهمش لازمه، احنا خلاص عدينا. ويفضل 86 ويبقى اسمه برو انسولين. هو الاول كان اسمه بري برو بالليدر بيبتايد دي بالسيجنال بيبتايد، شلنا السيجنال بيبتايد بقى برو انسولين في 86 امينو اسيد. نشيل من وسطه حته اللي هي عباره عن 35 امينو اسيد، 31 على بعضهم اسمهم سي بيبتايد واربعه لوحدهم، يبقى التوتال 35. ويفضل 51 اللي هم بقى زي ما ذكرناهم زمان في البروتين كيمستري لو كنا فاكرين، عباره عن اي شين وبي شين. تو تشينز، ها؟ ايه وبي، والاثنين مع بعض شاكين زي ما كنا فاكرين باي باي شاطاي بونز. الكلام ده هنرجع ناخده في سنه ثانيه تاني بتفصيل اكثر ان شاء الله. اوكي؟ طيب كل ده تريننج لان احنا شلنا جزء من البيبتايد شين، يبقى عملنا تريننج. النوع الثاني من التغيير بنسميه كوفيلنت موديفيكيشن. يعني ايه كوفيلنت موديفيكيشن؟ يعني هنعمل كوفيلنت بوند بين البروتين وبين حاجه ثانيه. زي ايه حاجه ثانيه ممكن نشبكها في البروتين؟ وخدنا الكلام ده فين يا ولاد؟ في الكونجيجيت بروتين. اول نوع من الكونجيجيت بروتين سميناهم ايه؟ فوسفو بروتين. هل يا ترى الفوسفو بروتين انا من اول ما بنيته اتبنى على الفوسفو بروتين؟ لا. ليه لا؟ لان مفيش كود بقى
طب يا ترى دي فوسفات على مين من الامينو اسيدز؟ اولا يكون فيه ايه اويتش، يا اما اكتملات يبقى هو في فيه فيه اويتش بس مش كلهم بيحصل فيهم الكلام ده، يا اما سيرين او ثريونين او تايروسين. في ثلاثه امينو اسيدز فيهم اويتش او في غيرهم، في الهيدروكسي برولين ما بنعملوش كده، في هيدروكسي رايزين ما بنعملوش كده، اللي بنعمله الفوسفوريليشن يا سيرين يا ثريونين يا خالص. اوكي، فاصبح ايه دلوقتي؟ فوسفو بروتين. طب هل الكلام ده له فيزيولوجيك سيجنيفيكانس؟ عمليه الكوفالنت موديفيكيشن باي فوسفوريليشن اولا بتتم عن طريق ايه؟ كاينيز انزايم. يبقى لازم بروتين كاينيز انزايم، لا تضيف فوسفات على البروتين، بروتين كاينيز. كويس، هل بقى في سيجنيفيكانس ان احنا نعمل نضيف فوسفات على البروتين؟ ايوه، ان كثير من الانزايمز اما عملنا اما اضيف عليها فوسفات تبقى اكتف، وبعض الانزايمز الاخرى تبقى ان اكتف. وخدنا مثالين، واحد بيعمل اكتيفيشن واحد بيعمل ان اكتيفيشن. فاكرين لما نعمل فوسفوريليشن للجلايكوجين سنتيز اللي هو بيبني جلايكوجين يبقى بنشتغل، واما نعمل فوسفوريليشن للفوسفوريليز للجلايكوجين الفوسفوريليز اللي هو بيكسر الجلايكوجين يشتغل احسن، يبقى مور اكتف. واضح الكلام؟ اذا الفوسفوريليشن والكي فوسفوريليشن بيعملوا ايه بقى؟ ريجوليشن اوف انزايم اكشن. في بعض البروتينات بقى فيها تيروسين ويعني الفوسفوريليشن للتيروسين، وده مهم جدا للريجوليشن اوف سيل مالتيبليكيشن اند جروث، ده ما هنعرف بعدين. الفوسفوريليشن اوف بروتينز كونتينينج تيروسين ده مهم جدا عشان السيل مالتيبليكيشن، يعني عشان الريجوليشن اوف ذا سيل سايكل اللي احنا هندرسها بعدين ان شاء الله. اوكي؟ طيب النوع الثاني من الكوفيرنت موديفيكيشن، اولا ليه مش هتسمينا بعيد تاني، ليه سمينا الفوسفوريليشن ده كوفيرنت موديفيكيشن؟ لان الفوسفيت بتشبك مع الانزيم باي كوفيرنت بوند، لان الاستر بوند از بي كوفيرنت بوند، وانا هشبك الفوسفيت مع الالكول جروب باي ايه؟ باي استر بوند ويتش از كوفيرنت بوند. واضح الكلام؟ طيب برضه بدل ما اشبك فوسفيت ممكن اشبك كربوهيدرات عشان اعمل جلايكوبروتين، وزي ما اتفقنا قبل كده في نوعين من الجلايكوزيتيك بوند تتعمل، يا اما الشوجر هيمسك مع الكهول جروب اوكسالين او ثريونين او هيدروكسيلايسين، وفي الحاله دي الجلايكوبروتين بنسميه اولينكس. او ممكن الشوجر يمسك مع الام اي نيتروجين او اسبراجين، وفي الحاله دي البروتين هنسميه ان لينكس. في ان جلايكوزايد او جلايكوزايدز تابعناها كتير الحكايه دي. نرجع تاني كده للجلايكوزايدز اللي خدناها في الكربوهيدرات ونفتكر الكلمه دي تاني. اوكي، في او جلايكوزايد وفي ان جلايكوزايد. خدناها في الكربوهيدرات يعني عملناها تاني في البروتين عشان عملنا فيها الجلايكوبروتين، وبنرجع تاني هنا لان في هنا ايه؟ كوفيلنت موديفيكيشن. لان الشوجر اما بيشبك مع البروتين يبقى اللينك بينهم ايه؟ جلايكوزيتيك بوند. الجلايكوزيتيك بوند دي نوع من الايه؟ من الكوفيلنت بوند، يبقى هنا في كوفيلنت موديفيكيشن. طبعا بناء الجلايكوبروتينز حاجه مهمه، لان الجلايكوبروتينز ليها فانكشنز مهمه. طيب ممكن كمان نعمل اسيتيليشن. الاسيتيليشن عاده بيحصل على الابسيلون امينو جروب وغلايسين. يعني ايه ابسيلون امينو جروب؟ دي بنقول ابسيلون امينو جروب. لان الغلايسين ما ننساش واحد من البيسك امينو اسيدز، كان في كام امينو جروب؟ اثنين، اربع امينو جروب وابسيلون امينو جروب. طب اشمعنى بنعمل عمليه الاسيتيليشن على الابسيلون امينو جروب مش الالفا؟ عشان الالفا جزء من البيبتايد شين، خلاص عامله بيبتايد فاضي مع الامينو اسيد اللي قبليه. الالفا امينو جروب شبكه مع الامينو اسيد اللي قبليه باي بيبتايد فاضي عشان تعمل بيبتايد شين. مين اللي فاضيه بقى وممكن اعمل لها اسيتيليشن؟ الابسيلون امينو جروب. وما تنساش ان دي اللي كان عامله بيسيتي هي اللي كملت لي الامينو اسيد ده بيست بروبرتيز. هذه هي الابسيلون امينو جروب. طب تفتكروا لو عملنا لها اسيتيليشن شبكنا فيها اسيتيك اسيد هتظل بيسك ولا هتفقد البيسيتي بتاعتها؟ تفقد البيسيتي. واذا العمليه دي مهمه جدا لانها تعمل ريجوليشن. ريجوليشن دي ايه بقى؟ نبص كده مع بعض، فاكرين
50 كيان من هذه الأمونيوم جروب اللي هي بتاعت الفوسفيت شارج. والدي ان ايه اللي بتاعه جاي منين؟ الفوسفيت بتاعته. دلوقتي الافينيتي جرام هيقل، يبقى كده الدي ان ايه هيفك من الايه؟ من الكور بروتين. وده يا ترى مهم في ايه بقى؟ ده يساعد بعد كده ان الدي ان ايه يتغير، يحصل ريبليكيشن او نعمل ميكرو ترانسكريبشن. هل ممكن نعمل انا ترانسكريبشن للدي ان ايه؟ والدي ان ايه ده ملفوف حوالين الكريسور؟ لازم افكهم. فعمليه مبدئيه افكهم ان انا اعمل اسيتيليشن لللايسين اللي موجود في الكريسور بتاعه. وبالتالي الانزيم بنسميه هيستون اسيتيليز او اسيتيل ترانسفيريز. يمكن اسيتيل ترانسفيريز دلوقتي مستعمله اكتر عشان نعمل له اختصار. هيستون اسيتيل ترانسفيريز. يبقى نختصرها الى ايه؟ HAT. H for histone, A for acetyl, H T for transferase. يبقى HAT اختصار لهذا الانزيم. الهيستون اسيتيليز او هيستون اسيتيل ترانسفيريز. لانه بينقل اسيتيل راديكال من اسيتيل او اي اللي هو كارير اسيتيك اسيد الى الامونيوم جروب بتاع اللايسين، تفقد البوزيتيف تشارج. الهيستون يبقى ما عندوش بوزيتيف، يفك من الدي ان ايه، وبالتالي يصبح ترانسكريبشن رياكتيف. اوكي. عمليه اخرى شبيهه بالميثيليشن، ممكن كمان نعمل برضه ميثيليشن، والميثيليشن قد يؤدي الى نفس النتيجه، بتفقد البيسك امينو اسيد بير بوزيتيف تشارج. عمليه ثالثه بقى سمعنا عنها قبل كده في الكولاجين، هايدروكسيليشن. مين الامينو اسيد اللي بيحصل لها هايدروكسيليشن؟ قلنا البرولين والهيدروكس واللايسين. البرولين يتحول الى هيدروكسي برولين، واللايسين يتحول الى هيدروكسي لايسين، بس يكونوا لازم فين؟ في الكولاجين. عشان كده الانزيم اللي بيعمل الشغلانه دي اسمه برولين هيدروكسيليز مش برولين هيدروكسيليز. لان البرولين لازم يكون جزء من الكولاجين علشان هذا الانزيم يشتغل. يعني لو عندي هذا الانزيم برولين هيدروكسيليز وحطيت عليه برولين سايل، يحولوا الهيدروكسي برولين؟ نو. لازم يكون البرولين جزء من البوليبيبتايد. وكذلك اللايسين لازم يكون جزء من البوليبيبتايد ويتحول الى هيدروكسي لايسين ريزيديو. اوكي؟ وقلنا العمليه دي محتاجه فيتامين سي، وعشان كده فيتامين سي مهم عشان اعمل سترونج كولاجين. برضه الهيدروكسي جروب دي شبكه بكوفيلنت 1 عشان ده نوع من الكوفيلنت بوزيتيف. كاربوكسيليشن دي سمعنا عنها قبل كده. قلنا الكلوكينج فاكتورز اللي هم 2 و7 و9 و10 دول فيتامين كي ديبندنت. ليه؟ لان فيتامين كي مهم عشان يحول جزء من الجلوتاميت اللي فيهم الى كاربوكسي جلوتاميت. اوكي؟ هنضيف كاربوكسي جروب زياده على الجاما كاربون، الجاما كاربون في الجلوتاميك اسيد شابك فيها 1 كاربوكسي جروب. وده اللي بيخلي البروتين كده اسيد وعليه الكتشر. هزود كمان ان اكسترا كربوكسيد ويبقى بالتالي اسمه جاما كربوكسي جلوتاميك اسيد. كده حولت الاماتيور بروتين الى ماتيور بروتين، بمعنى حولت الاماتيور بروثرومبين الى ماتيور بروثرومبين، او اماتيور فاكتور 7 الى ماتيور فاكتور 7، وكذلك فاكتور 9 اند 10. برجع اكد عليه وما ينفعش احول البروثرومب الى اكتف بروثرومب، لا. لان مين الاكتف بروثرومب؟ ثرومب؟ لا لا انا ما عملتش كده. انا البروثرومب لما بنيته ما كانش فيه كربوكسيل شبكه زياده في الجلوتاميك، انا عرفتها. ايه فايده الكربوكسيل الزياده دي؟ ان البوليك تشارج، وبالتالي الجلوتاميك اسيد دلوقتي اللي اصبح اسمه جاما كربوكسي جلوتاميك اسيد واختصارها جي ال اي. خد بالك جي ال اي اختصار للكربوكسي جلوتاميك اسيد. امال اختصار الجلوتاميك اسيد ايه؟ جي ال يو. جي ال يو اختصار للجلوتاميك اسيد. عشان كده مجموعة البروتينات دي اللي هي فاكتور 2 اللي هو بروثرومبين و7 و9 و10 بنسميهم بلاك بروتينز. جي ال اي بروتينز يعني ايه؟ اللي فيهم جاما كربوكسي جلوتاميك. طبعا كلهم فيتامين كي ديبندنت، لان فيتامين كي مهم عشان عمليه الكربوكسيليشن. هل ما فيش غير الأربعة دول؟ لا، في مين؟ في الأوستيوكالسين كاربون، قلنا عليه نفس الشيء. It
و F anti thrombotic protein دول خد بالك البروتين C و S دول anti thrombotic اوكي لان دول بعد كده بيكسروا factor 5 لو كنتم فاكرين في الفيزيولوجي دول بيكسروا factor 5 وبالتالي يمنعوا further coagulation البروتين C و بروتين F برضو they are glad protein اخر حاجه biotinylation يعني هنضيف biotin ده واحد من الفيتامينات على البروتين بتاعي البروتين ده بيبقى انزيم في الواقع لان البايوتين is actually a co-enzyme او a prosthetic group for this enzyme البايوتين بنضيفه على